السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سؤال بيسأل دلوقتي، لو أنا عندي ملف أنا سحبه لينك وعايز أخفي بعض العناصر اللي فيه، أو في ورك ست معينة عايز أخفيها، أو ممكن أقول له حط لي العناصر اللي أنا عايز أتحكم في الإخفاء والإظهار فيها في ورك ست لوحدي، تمام؟ طيب أنا عايز أخفي حاجات الموجودة في اللينك أخفاها تماما، يعني مش في فيو، فممكن أجي هنا في المانج لينك وأعلم على اللينك اللي أنا عايزه وأقول له مانج ورك ست، بعد كده اجي اشوف ايه الحاجات اللي انا عايز اخفيها، يعني مثلا الليفل والاستراكشر. لما هقول له كلوز، شايف الاوبن دي اصبحت نو، واقول له ريلود، يبدا يحمل لي الملف تاني بس يخفي لي الاعمده الانشائي ويخفي لي الجريد. فدي طريقه كويسه بحيث ان ممكن انا بسحب حاجه معينه وهو حاطط عناصر انا مش عايزها. على سبيل المثال انا معماري وساحب التكييف، فانا عايز اظهر الجريلات ومش عايز اظهر الضغطات. الضغطات مش هحتاجها، انا عايز اشوف الحاجات اللي موجوده في السيلينج، فاقدر من خلال الاسلوب دوت اخفي واتحكم في ظهار العناصر اللي انا ساحبها لينك.